عبر الخط الهاتفي انضم إلي مراسل تلفزيون فلسطين الزميل فالح نصير فالح الذي حضر هذا الاجتماع الذي أقيم في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله. مساء الخير فالح. إذن يعني لو تجمل لنا أبرز ما جاء على لسان الرئيس الفلسطيني ومخرجات هذا الاجتماع الطارئ. مساء الخير لك يا عفاف. بالفعل يتواصل الاجتماع القيادة حتى هذه اللحظة الذي يترأسه الرئيس محمود عباس والذي دعا القيادة لهذا الاجتماع الطارئ. في بداية الاجتماع استهل السيد الرئيس محمود عباس هذا الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ودعا الفصائل الفلسطينية وأعضاء القيادة من اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير وقادة الأجهزة الأمنية لهذا الاجتماع لبحث تداعيات الأوضاع وما يجري من عدوان سافر في مخيم جنين. الرئيس محمود عباس دعا المجتمع الدولي مجددا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مع تصاعد عدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويستمر الاجتماع في هذه الأثناء حيث من المفترض أن تصدر قرارات عنه بعد انتهاء هذا الاجتماع، وسيتلو البيان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو أردينة بعد توافق بين القيادة الفلسطينية على آليات الرد والخطوات التي من المفترض أن يتم اتخاذها ردا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي وعلى هذه العملية العسكرية التي أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 80 آخرين بينهم عدد من المصابين وصفت حالتهم بالخطيرة. بطبيعة الحال هناك حراك سياسي يجري بالتوازي مع الحراك الميداني أيضا في الضفة الغربية، حيث دعت الفصائل الفلسطينية المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع ونقاط التماس والاحتكاك مع الاحتلال الإسرائيلي ردا على هذا العدوان وتضامنا مع أهالي مخيم جنين. نعم فالح، سنتابع طبعا كل هذه التطورات وكذلك أيضا ربما المخرجات الأخيرة لهذا الاجتماع الطارئ برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. جزيل الشكر لك على هذه الإحاطة في هذه المرحلة.